مزيد من المتابعة والتحليل للوضع وتطورات الوضع على صعيد غزة بشكل عام. معي من غزة الكاتب الصحفي شريف النيرة. أستاذ شريف، مرحبا بك معنا. إذا مع اشتداد المعارك سواء جنوب أو في المنطقة الوسطى للقطاع، وفي هذه الأثناء على محور خان يونس مع السعي وإصرار الجيش الإسرائيلي على التعمق وعلى الدخول أكثر في عمق خان يونس، ما طبيعة هذه المحاور وتطورات هذه المحاور وانعكاساتها على الوضع الميداني عندما نتحدث أنه لا مكان آمن في غزة الآن بالنسبة للنازحين واستهدافهم حتى في المناطق اللي تقول لهم إسرائيل هذه المناطق توجهوا إليها؟ يعني طبيعة هذه المحاور، في البداية توغلت الدبابات الإسرائيلية ضمن المرحلة الثانية للعملية البرية من شرق هذه المحافظة وبالتحديد من منطقة بني سهيلة وخزاعة وعبسان، ثم مرت هذه الدبابات باتجاه وسط المدينة وبالتحديد في قلب مدينة خان يونس وصولا إلى الكتيبة ثم ساحة البلدية في وسط خان يونس. ثم تواصلت هذه الغارات الإسرائيلية وتواصلت تقدم الآليات الإسرائيلية باتجاه قلب المدينة وصولا إلى سنتر المدينة. عمليا مع تواصل الغارات الإسرائيلية التي استمرت خلال الأيام الماضية وخلال الليلة الماضية تحديدا، التي وصلت هذه الغارات إلى غرب خان يونس وبالتحديد في محيط مجمع مستشفى ناصر الطبي، كما تقول هناك المؤشرات وكذلك شهود العيان أن هذه الغارات في سياق هذه العمليات وفق التجربة ربما تمهد لعملية توغل أكثر في مدينة خان يونس وصولا إلى مركز المدينة وبالتحديد في محيط مستشفى ناصر. في هذه الأثناء أيضا كما قلنا أن هذه الدبابات وهذه الغارات التي تواصل قصفها بشكل عنيف حتى هذه الساعات، كما قلنا تحاول الوصول إلى منطقة مجمع ناصر، وذلك مع نزوح آلاف السكان المدنيين، خاصة مع إلقاء منشورات تحذيرية وكذلك رسائل نصية وصلت إلى هواتف أبناء هذه المدينة أو سكان هذه المدينة تحذرهم من البقاء في نقاط محددة قريبة من مستشفى ناصر، ربما تمهيدا لتوغل مزيد من توغل هذه الآليات وصولا إلى مستشفى ناصر أو المربع المحيط بمستشفى ناصر، مما أدى طبعا إلى نزوح آلاف الناس إلى رفح جنوب القطاع في منطقة غرب رفح وبالتحديد في مواصي رفح التي لم تعد تتسع بالمطلق لحجم هذا التدفق الكبير من النازحين، خاصة من خان يونس ومن منطقة أيضا المغازي والبريج في وسط قطاع غزة. طيب إلى أي مدى المعارك محتدمة في محيط مستشفى ناصر، وخاصة أنه الإدعاءات الإسرائيلية تتحدث عن مساعيها لتدمير واستهداف البنى التحتية والقيادات المركزية للحركة، وهذا يذكرنا إلى حد كبير بالمعارك اللي كانت تدور وسط مدينة غزة وفي شمال غزة حول المستشفيات؟ بطبيعة الحال نعم، هذا أكيد. عمليا الاشتباكات تواصلت بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في محاور مختلفة في مدينة خان يونس وبالتحديد في المناطق الشرقية التي تقول إسرائيل بأنها منطقة عمليات على اعتبار أنها مناطق ملاصقة للشريط الحدودي مع إسرائيل، وهي المنطقة التي تقول إسرائيل بأنها منطقة أنفاق. هذه المنطقة لا تقتصر فقط العمليات الإسرائيلية عليها، إنما اتجهت باتجاه قلب المدينة وبالتحديد في منطقة سنتر المدينة في منطقة الكتيبة وكذلك في محيط بلدية خان يونس، حيث شهدت هذه المناطق أيضا اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وقوى المقاومة في تلك المنطقة. لكن عمليا هذه العمليات لم تقف إلى هذا الحد، إنما اتجهت الغارات الإسرائيلية كما تفضلنا في محيط منطقة مجمع ناصر الطبي، وربما مع تقدم هذه الآليات إذا ما تقدمت إلى تلك المدينة سنشهد أيضا عمليات تقدم أكبر للآليات العسكرية والجرافات الإسرائيلية، وربما الصورة التي انطبعت في عقل وذهن أبناء قطاع غزة بما حدث في مشافي القطاع في المستشفى الأندونيسي وكمال عدوان وكذلك مستشفى الشفاء وكذلك مستشفى النصر، ربما يحدث ما حدث ذلك في محيط مجمع ناصر الطبي. لذلك شاهدنا العدد الكبير من النازحين تخوف من هذه الاشتباكات ومن هذه الغارات التي تحدث في تلك المناطق التي تعتبر الآن مناطق ساخنة في خان يونس. النازحون إلى أين أستاذ شريف إذا سمحت لي أن أسأل هذا السؤال، خاصة أن كل المنظمات الدولية تقول أنه ليس هناك لا ممرات آمنة ولا مناطق آمنة حالياً
على مستوى غزة، علما أن إسرائيل اليوم دعت المدنيين بالتوجه إلى دير البلح. نعم، منهم إلى دير البلح، ومنهم الأكثر يتجه إلى منطقة رفح جنوب القطاع، وبالتحديد في المناطق الغربية في منطقة المواصي ومنطقة تل السلطان. عمليا لك أن تتخيلي أن مربع سكني لا يسكن فيه أكثر من 120 ألف في منطقة تل السلطان الآن أصبح فيه تقريبا ما يعادل 700 ألف نسمة، وهذه المنطقة الصغيرة التي تعتبر منطقة حدودية لا يوجد فيها بلدية أصلا، ولا يوجد فيها مستشفى مركزي، ولا يوجد فيها عيادات حكومية، ولا يوجد فيها أسواق كبيرة، ولا يوجد فيها كل هذه الاحتياجات الإنسانية اللازمة لانتشال الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها النازحون الآن في تلك المناطق. وأعتقد بأنه إذا ما استمرت هذه عمليات النزوح هذه إلى تلك المناطق سنشهد كارثة على المستوى الإنساني، كارثة كبيرة، وكذلك سنشهد أيضا كارثة على المستوى الصحي. عمليا الآن نحن في موسم الشتاء، هناك أمراض موسمية خاصة المتعلقة بالأطفال، لا يوجد مستودعات لوزارة الصحة، ولا يوجد مشافي بإمكانها أن تقدم الرعاية الصحية للأطفال والنساء والمحتاجين وأصحاب الأمراض المزمنة. أنا أعتقد بأنه الأمر الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، وإذا ما استمرت هذه العمليات وهذا التدفق الكبير من عمليات النزوح باتجاه غرب رفح، ربما سنشهد كوارث على المستوى البيئي والصحي والإغاثي والإنساني والتغذية والمياه الصالحة للشرب في تلك المنطقة الصغيرة الضيقة التي لا تتسع لكل هذا الألم الكبير وهذا الوجع الذي يعانيه الآن النازحون في منطقة رفح.